اخبار اليوم قام المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه يرافقه الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بزياره مصابي حادث الهليكوبتر التي سقطت والذين يخضعون لتلقي العلاج بالمركز الطبي العالمي كما قاموا بالمرور على مصاب العمليات الارهابيه من رجال القضاء والشرطه المدنيه خلال الفتره الاخيره والاطمئنان على الحالة الصحية وتقديم العناية الطبية الكاملة لهم. وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا على الدور البطولي الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في كافة المجالات. من جانبه أكد القائد العام على توفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين الذين أصيبوا جراء الحادث. وخلال تنفيذ المهام المكلفين بها متمنيا لهم العوده سريعا لاستكمال مهامهم للدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما قام الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه بزياره المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحيه والوقوف على الرعايه الطبيه المقدمه لهم.